قدمتها أسرتها وهي في سن 9 فقط كجزء من عائلة كارداشيان الشهيرة، ثم باتت أيقونة من أيقونات الموضة والجمال في العالم مع صعود نجمها وتأسيسها إحدى أهم شركات مستحضرات التجميل. فما قصتها؟ ولدت كايلي جينر عام 1997 بكاليفورنيا. والدتها كريس جينر ووالدها بروس جينر، وهو رياضي سابق أعلن تحوله جنسياً لامرأة خلال السنوات الأخيرة. وعائلتها من الأبرز إعلامياً بعد النجاح الذي حققه برنامجها Keeping Up with the Kardashians عبر شبكة تلفزيون E. تعد كايلي الفرد الأصغر في الأسرة الممتدة، فلديها من والديها 4 إخوة غير أشقاء و4 أخوات كذلك، إحداهن كيم التي تتشارك معها في الوالدة، فيما تشارك مع والديها مع أختها الكبرى كيندال جينر. ظهرت كايلي عضواً رئيسياً في المسلسل التلفزيوني الواقعي لعائلتها عام 2007، ثم ركزت في البحث عن فرص إعلانية عبر المنصات الإعلامية المختلفة، حتى نجحت في عام 2011 في الترويج لإحدى ماركات طلاء الأظافر لتكسب مبلغاً كبيراً، وهو الإعلان الذي شكل انطلاقتها لاحقاً. فبدأت بعرض الأزياء والظهور في الإعلانات ومقاطع الفيديو لنجوم الموسيقى الشعبية. بين عامي 2014 و2015 حصلت كايلي على الثانوية العامة عبر التعليم المنزلي، وأطلقت مجموعتها الخاصة لمستحضرات التجميل بعد تأسيسها شركة كايلي كوزماتيكس، ومن خلالها أطلقت منتج أحمر الشفاه الخاص كايلي ليب كيت ومنتج وصلات الشعر كايلي هير كوتشور. وفي عام 2017 أطلقت كايلي برنامجها التلفزيوني الواقعي Life of Kylie الذي تم بثه على شبكة E. تشاركت كايلي مع شقيقتها كيندال في عروض عدة لعلامات تجارية بارزة، كما أطلقتا خط الأزياء الخاص بهما كايلي أند كيندال، وألفتا رواية خيال علمي بعنوان Ribbles City of Andra. وفي عام 2011 اختارتهما مجلة 17 كأفضل نجوم الموضة، وفي عامي 2014 و2015 صنفتا ضمن المراهقين الأكثر نفوذاً حسب مجلة تايم. كذلك شاركت كايلي مع عائلتها جائزة اختيار المراهقين لأفضل عرض لتلفزيون الواقع لعام 2013. في عام 2019 باعت كايلي 51% من شركتها ليتم تصنيفها كأصغر مليارديرة عصامية، إلا أن اللقب سحب منها بعد ظهور وثائق حول قيم الشركة التي حافظت عليها كوجه إعلاني لها. تملك كايلي اليوم ثروة تقدر بنحو 600 مليون دولار، وهي واحدة من أكثر المشاهير متابعة على إنستغرام وغيره من التطبيقات، ولديها أيضاً موقعها الإلكتروني الخاص وتطبيق كايلي جينر الشهير، بالإضافة إلى كونها أيقونة للموضة على مستوى العالم.